مناسبة دنيا بلاران أو يكسو قيب غلان مسوليين حلال كهي يا قبلة دا قل قدود مدوغ يا هيران يا سيدو كلا سياسيين تا قبلة دان وحا سيدو كلا كسو قيب غلاي قيبها كلا دوان اي بلشة دا رايد كا سيدو اوغاسية دا وضياشة داقن كا هو يوين كا ايا دلن يرادا وحان اوچيد كمناسبة دو اهيدا على مسار كمدحوين الشيخ محمد شاكر علي حسن او كودي بيشان لوليو اينو كو قد جيرنا لوغو دورتي مغالا دو سمرايب انو مدحوين كارن قدو صدح قبلة وكمي دا قبلة دا عبرتماها صوماليا مناسبة دوي قد بدك لدوان كسو تشيدين دمان ببلشدي كسو قيب قشاء يأد لوغو أماني هدف كشيخ محمد شاكر علي حسن يكو أدن إنو مدحوينة كالنقضة قبلة دا قل قدود مدوغ يهيران وحانا هالكا سيدتكي كهال لكمي دها قيبها كلدوان اي بلشدة هدى لدو دينا وحا كمي دها مدحوينة دا سيدو كالاتو وحان دكو عسانينا هاوين كمامول كان وإن لغسية دور كو مهم سد وفت يعني لغتينا يا حتيك الوضع قابلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدي أي سود وده هاي مالنا أن على مسارنا إنه مدحويني هو جامن لها ديجا نلان سندية صوصه هذه أدي إنه وده هاي مالنا فرحة وأنا فرحة ده اللي سوي كل كم واحد عيد أذكر إنه هذا عالم هاي المقلة عدا عيد عيد أدرتين مرك واحد الله إنه هاي هرت سيرة ذا عالم كهان المقلة هرت عيد عيد أرضا عدايا ما أنت واحد هو دولنا واحد مقلنا واحد أرجنا واحد كبحناي waxaan u tashanay sida uu gaalno horumar annaka u diyaar ah in aanan dhaqaale ku bixin annaka u diyaar ah in aanan cid xaqirin annaka u diyaar ah sida uu gaarno dowladada kale ee aan la tartanno midaamin leegna waxaan ka wadaa arag waxaan ka yimid gobol qaybta waqooyiga gobolka mudug sidaas oo kale oo hambalyo badan huwan hamuun badan qabta oo ay runtii ka dheehanayaan kalsooni walaalnimo midnimo mawado mahabbo yaani mataqana xasilooni ay ka dheehanayaan ayaan da salaanta waxaan uga wadaado madaxweynaha iyo ku xigeenadiisa iyo dawladda halkaan laga dhisayo si badan leh oo aad iyo aad u nasiib badan oo maanta ilaahay uu u dhiibay taladii iyo xukunkii gobollada dhexe inay ummadda ku hogaamiyaan diinta islaamka ee xanuufka ee saamaxa حلمان عبد العزيز شيخ يوسف شيخ إبراهيم وكمدة مدنياشة برلمان كدولة فدرالك أهي الصومالي وإسنا مدشة كهالي أي أهم بليين مدحوينها مامل كقبلة الدحي شيخ محمد شاكر علي حسن سواحي تاي هل كان أني ديغان كي جيوي أوفيشال بانا هاي كنستجوان سيجي جيوي أما ماشي هدين لي دوران يولاقة سو دوران لها مددي دولة دانو لسانتي ومدحوينها لدورتي استراكتك كالاتان اللي سميهي وكوحيقين لدينا واعان جوب وحانان اوحان بارسان اي دولة ديدي انان اوشار روحو وانا اي اقباشيسان ايدين شاقي هذا الان انتاس عين هدو اياغا كسو ييرو وهذا العلاديد اي هذا الدقال اي معهن مد ان كودة جو يكرو ودولة دا سوماليا iyo international community aan ku wada joogi karo ma aan oo nooma yeerin karaan ugu dambeyntii waxa munaasabada qodobka dhinacyada badan taabanaysa ka soo jeediyay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isagu lagu calaamay masaray magaalada Dhuusamareeb oo idii soo dhaweeyay oo waxa xisaasan ku faraxsan waxa weeye dawlad goboleedyada geyiga Soomaaliya ka jiray waxa idii soo dhaweeyay oo idii tahniyeeyay waxa شعيب محمد علي صومالي كيبل تي في مجلة دو سمراب